زي كفن تبع الموجة. عم نطلع على الفيسبوك متاعك ثم برشا الغاز محليك برشا الغاز ملا مالك هذا أه وملا نوال زادا مطرش طبعا خلالك انت نوال ورا الكاميرات تحط العين تحط ساعات العين تحط تخاف من العين تكسر تحس روحك محسود انا بعد ما تكسرت ذرعتي شخصين وانا واقف كلبت 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 وجيت وقفت نغني انا نمول هيك وتكسرت ذرعتي تحت على وجهي محسود لا اله الا الله محمد رسول الله انا نقرا برشا قران واللي يعرفوني يعرفوا هذا واللي يركبوا معايا في كرابتي يعرفوا هذا تحمي نفسك نحمي ربي بربي والقران ورضيت الوالدين رضيت رد بالك سنية امي نحطها وبابا ما تنساهمش امي وبابا بالدنيا تعملت لك حاجه قبل عملت لي حاجات سحر من بعد البحه كانوا قالوا لي انا تو اول مره باش نقولها وما شربوني حاجه وحتى مرتي باش تتفاجئ حطنا في الإطار وما شربوني حاجة وكو وقتها شربوك حاجة تفلقت قراجمي يعني ما لحظة لحظة كلام أول رسمة من عندك راه وقتها صارت وين صارت اختاني ملك فك علينا أنا زلقت قلت لك يا رب تعرف شكون اللي عمل فيك هذا؟ ايه نعرف من العائلة؟ لا الوسط الفني؟ اي من الوسط الفني في حافلة ولا في دار؟ كي خرجت انا من الفرقة الوطنية وقتها شماتة؟ شماتة بالطريقة هذه معناها توصل كراجمي مفلوقة مالك انا معناها ما اكثرش من شماتة كان ثم كلمة اخرى نجم نقولها نقولها لطفي يا رب انا ما نعملهاش لطفي يا صاحبي لطف اما الحمد لله ما زدت قبل فيه اللي عمل فيك العملة هذه؟ طيح فيه ربي هو فني انت انا نطلب له اللطف كهو سامحوني مستمعين انا ما بحبش نقول نيفان نقول احبابي واصحابي يلتي في اللطف اللي صاير فيه من الجمل أنا عمري ما دعيت عليه فلق لي قراجمي ثلاثة سنين ونص نتكلم بلوام يا أخوي لطو في داري أنا لطو في داري بس بس على أولادي وعلى مرتي استنست خاطر عيتش في داري خاطر الطريف اللي عندي طالع نخدم به طوى عندي بكالوريا في مرنك استنست أنا نعمل بست هل تحكيتاش قبل الحكاية هذي لا فما حذية البحة خاطر فما بحة من بحة لا بحتي أما الحمد لله استرني ربي نظفوا لي قراجمي عملت زوج عمليات واحدة في تونس واحدة في فرنسا نجم تقول لي شنو شربوك مصطفى ما نعرفش ما نعرفش فما عقار شربوه لي رغم في كاس ما يعني في كاس ما أي فلق لي قراجمي ولدي ما نتكلمش ثلاثة سنين ونص ماهيش ثلالة احنا نقولوا بوليب نودي هما يسخبوها ككملوا لهم بعد بلي زاناليز طلعوا لي انا شارب حاجه مشنيه الله اعلم مو تكنيك والله عندي انا الدوسيه ومكتوبه ومدورها انا بالاحمر في الدوسيه هذاك ثلاثة سنين ونص ما تكلمش مو بعت الذهب بعت داري الاولى داري ثانيه ناقصه زليز اخر فرده بعتها وقتها في البيرو نتاعي حب يخرجني ركحني 9 شهور حب يطيح يطيح شي يسميه فونت كوميرس بعد 17 سنة 18 سنة لمهم لي هذيك فرضة الأخرى رجعتها وقتها وريتها النوفل حبيت نعطي حكمة قلت ترى وربي ما يضيع حد آخر قطعة ذهب هي رجعتها بعد 10 سنين رجعتها نحيتها من يد مرتي تبكي خليت لها حد شيء ما واجهتوش السيدة ذي أو السيدة هو طويكة يجيبوه للتلفزيون يبدأ يجبد وما يسميش خطر أنا بعثت له قلت له كان توصل تسميني نجبد لك خنارك الكل شد عليه حاجات خنار متاع واحد فينجا كلام اختير هذا كلام اختير ياسر لكن ديما نرجع نقول فما ربي انا لا نزيد ولا نزيد عليه تحط زيد صندوق صندوق هو صندوق شنو الصندوق هذاك صندوق هو الخزنة الكفر كفر شنو فيه خاطر قتلوني بالكفر كفر كفر ديبروا تجبرهم شي يصرف يزينا انا قلت اون ا لو كوفر اون ا با بيزوان دان كوفر انا الكوفر عندنا نجبد حتى من الكوفر هذاك شنو فيه الكوفر هذاك فيه انتاجي فيه 3500 غنايه ولا 3000 فيها اسرارك زاده وفيها اسرار والله ما عنديش اسرار مكشوف مفضوح انا ما خليت لهم شايره باش يبتبتوا في جرتي ويطلعوا لي دوسي
أنا قوي في الكوميونيكاسيون، سربت أسراري وأعواري للجماهير العريضة وما خليت حتى واحد شد علي حاجة، خاطر توي هد تو الفيسبوك ريتو احنا حكينا عليه البارح في ديما. شكون يهد فيك؟ لا نحكي لك تو ولا وسيلة تهديد يعني، حتى سرك حتى كما خليت لهم شيء. المرمى وخدمتها حكيت عليها، المرمى بعد البكالوريا خدمتها، اللي مش عايرني اللي خدمت المرمى، خدمت المرمى بعت لي عندي حليت سبعات ونجح ب 14 في الباك و 14-85 اما كي تقول لي 14 انا حيت لي واحد سامحني خويا 14-85 وعامل كونديدا لي برا في الدار، خذيت البكالوريا زاد الحمد لله. باكليتر باكليتر